المرحوم حسين من مواليد 28 ديسمبر 1942 بأكودة من ولاية سوسة. عمل كهيئة رئيس مصلحة بشركة تأمين الاتحاد ونشط صلبة الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان مسؤولا جهويا للجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية. شارك المرحوم في مسيرة سلمية يوم 13 أكتوبر 1977 نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة للتنديد بتدخل الجيش والاستعمال المفرط للعنف ضد احتجاجات عمال قطاع النسيج بمدينة قصر الهلال، والذي أسفر عن عدد كبير من الموقوفين والجرح. تم قمع المسيرة من طرف قوات الأمن وإيقاف عدد من القيادات النقابية الجهوية من بينهم المرحوم حسين الكوكي، وتم اقتيادهم لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر سوسة، حيث تعرضوا لشتى أنواع العنف والتعذيب، لينقل المرحوم فيما بعد صحبة عدد من النقابيين للسجن المدني بسوسة، أين تم التنكيل بهم وتعذيبهم تحت إشراف مدير السجن المدني بسوسة. كان المرحوم مسؤولاً جهوياً للجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية بسوسة. بالرغم من حداثة التحاقه بالعمل النقابي، فقد كان يتقد حماسا وينشط بصفة مكثفة بالاتحاد، وقد شارك صحبة القيادة الجهوية للشغل في الإضراب العام المقرر ليوم 26 جانفي 1978، لكن النظام قام بمحاصرة مقر الاتحاد الجهوي بالاستعانة بوحدات التدخل ليشن فيما بعد حملة اعتقالات واسعة طالت كل أعضاء المكتب الجهوي للشغل بسوسة، ومن ضمنهم القيادي النقابي الجهوي الشاب حسين الكوكي، وتم اقتيادهم لمنطقة الأمن الوطني بسوسة، ثم اقتيد صحبة العديد من رفاقه النقابيين لثكنة الجيش بمدينة سوسة ليقضوا 11 يوم بزنزانة لا تتعدى مساحتها 3 متر مربع يفترشون الأرض. وبتاريخ 9 فيفري تم نقلهم لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر سوسة ليمارس على المرحوم حسين الكوكي شتى أنواع التعذيب، فقد علق عاريا في غرفة مظلمة ليعذب ويهان ويذل، كما أنه اقتيد للبحث ووثقت يداه ورجلاه بحبل سميك بعد أن أسنده الأعوان إلى عصا ليتأرجح بين طاولتين، وكانوا ينهلون عليه بالضرب والركل حتى إذا فقد وعيه سكبوا عليه الماء البارد ليستعيد أنفاسه ولتتواصل معه جولة أخرى من التعذيب. كان المرحوم يعود للزنزانة حبواً من شدة الألم ليفترش الأسمنت البارد، وظل يعاني من غياب الماء الصالح للشراب لأيام رغم الظمأ الشديد. وبتاريخ 15 فيفري 1978 أصيب بحمى شديدة جعلته لا يقوى على الوقوف، وألح في طلب قشرة من البرتقال. تاريخ 15 فيفري، وألح في طلب قشرة من البرتقال ليضعها على صدره وجبينه علها تخفف من حدة آلامه. وازدادت حالته الصحية تدهوراً وتغيرت ملامح وجهه عندها. هب كل من رفاقه بالزنزانة طالبين النجدة لإسعافه، لكن السجان أقبل بعد وقت طويل ساخطاً متفوهاً بعبارات مشينة، واقترب من المرحوم وتفق يدوسه بحذائه قائلاً: قوم يزم التمثيل. وتم نقلهم يومها للمحكمة الابتدائية بسوسة لعرضهم على قاضي التحقيق الذي ما إن عاين الحالة الصحية المتردية للمرحوم حتى طلب من أعوان الأمن نقله للمستشفى الجهوي بسوسة فرحات حشاد، وقد منعه وضعه الصحي من الصعود إلى سيارة الإسعاف على قدميه. وقد توفي تولى 3 أطباء من بينهم الدكتور الطاهر عبد الرحيم تشريح جثة المرحوم، ولاحظوا وجود ثقب بجانب الثدي الأيمن وآخر بذراعه اليسرى مع آثار زرقاء بسطح الجلد على الظهر والكتفين. تفضل كملنا التشريح. بدلوه زر، مات موت عادي ومات موت ربي وكل شيء عادي. وقت هو كلام اللي قاله استاذ الدكتور طاهر عبد الرحيم، هذاك هو الصحيح، هو اللي شرحه، وهو اللي قال لقيت معناها جناب وزرق من كثرة الضرب، ولقيت حالته يرثى له ومات معناها بالعملية هذيك. من بعد هما بدلوا
وما حتى نبعد معك اكثر من هيك، حتى الذكرى الاولى نتاعو بعد ما خرجنا كي عملنا له الذكرى نتاعو في المقبره، مشينا للمقبره نلقاو البلاكه نتاع المقبره نتاعو بتاريخ مش 15 فيبري، تاريخ قبل 26 جانفي واللي هو بعد 26 بعد 15 فيبري، اللي هو معناه متوفى باش يظهر للراي العام، اللي هو ما ماتش لا في المنطقه ولا في اضراب 26 جانفي ولا في حتى شيء، الا في الذكرى الثانيه عملنا له الرخامه الساحه وهزيناها له وحطيناها له، نحينا الرخامه القديمه. معناها هذا بالنسبه لحسين الكل.